السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا شباب لا تتوهمون، اكو شغلة هنا. عندك السوشياليزيشن اللي قلنا انه نوفيس براكتيشنرز ميرج انتو بروفيشن بيكام بروفيشنال، هاي يعني معروفة هاي السوشياليزيشن. عندك هنا سوشياليزيشن اوف ذا نيرس، زين. وعندك هنا عندك هنا لازم تنتبه بروفيشنال نيرس، يعني ذيك غيرها سوشياليزيشن اوف ذا نيرس، هاي بروفيشنال نيرس اللي هو شنو كومبليتد بيسك نيرسينج ستدي او ادوكيشن، اي وعنده لايسنس. ها كومبليتد بيسك نيرسينج ستدي او ادوكيشن وعنده لايسنس. ها زين، اذا كمل البيسك نيرسينج ادوكيشن عنده لايسنس، هذا يسموه بروفيشنال نيرس. زين، هذاك مو بروفيشنال نيرس، هذاك سوشياليزيشن اوف ذا نيرس. السوشياليزيشن اوف ذا نيرس يعني تقدر هي نفسها تحفظها، او مثلا هي ما لها داعي. مثلا سوشياليزيشن هي نفسها، هو يعني اصلا هذا السوشياليزيشن بصوره عامه نفس الشيء، ما اعرف عاي انت يمك، فبس فرقوا بيناتهم. لا اخو شخص مثلا ما منتبه او شيء، تحياتي لكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.